يا الله السلام عليكم متابعينا، شوكم شخباركم بالموفقية إن شاء الله يا رب، بردا وسلاما على العراق وأهل العراق. اليوم اشتغلنا لكم هذه الكمامات، عندنا وجبة من الكمامات اليوم وباشر، وتقدرون تجون والكمامات نوزع بها مجاني بثواب أم البنين. تقدرون تزورون موقعنا والمحل مالتي أمجد الخياط بغداد النهروان سوق الأولى فرع الكماليات، وراح يكون رقم تليفوني موجود أسفل الشاشة. هذه الكمامات إن شاء الله راح نكمل وجبة اليوم، وان شاء الله وجبه باشر، باشر يوم الثلاثاء راح يصادف يوم الثلاثاء العصر راح تكمل وجبه. وزوره ومحنا واهلا وسهلا وحياكم الله، ويا رب ان شاء الله اقدر هذه الخدمه البسيطه اقدمها لكم يا رب. تحياتي لكم، ويا رب الشفاء العاجل للمرضى، وان شاء الله بردا وسلاما على اصدقائنا وعلى العراقيين جميعا بالموفقيه ان شاء الله.